الفقره الرابعه هي فقره اسامي اللعيبه، كل واحد يقول اسم لعيب وحد يرد عليه من الناحيه الثانيه باسم بيبدا من اخر اسم بس، مفيش اسامي لعيبه افارقه لعيبه عرب ولا لعيبه مصريين، الكلام كله في اوروبا وامريكا اللاتينيه وافارقه ثانيين بره العرب. فريق فوز هيبدا بان هو الكسبان متقدم 2، فابدا باول اسم. اسكو، ويلسون، نازاريو دي ليما. لا ايه ده ايه ده ايه ده، ايوه نازاريو دي ليما. عمرت ايه يعني؟ يانسن. طب خلاص نازاريو اسمه رونالدو نازاريو دي ليما. رونالدو نازاريو، انت جايب اسم ابوه اصلا؟ ابوه ما لعبش كوره بقى كده. اول غلطه ادي الحمد لله، غلطتين الثالثه يبقى النقطه خلصت. 1-0 الحمد لله. كده 1-0 واحد صفر. فضل لنا ايه؟ كام؟ احنا اللي يجيب كام الاول؟ 3 ولا يجيب كام؟ لا غلط، 3 غلط يبقى خسر الفقره. اوكي ماشي، دي اول غلطه. تمام، احنا اللي نبدا. ابدا انت. بيبيت. واو يعني قولي ليبي ايه؟ اساعدوك. ياشين. ايه؟ نون. نون؟ طيب. هو انت بتعرف شيء في النون؟ ماشي تايم. تايم. صفر. مرة نون. طب هو مش لعيبة غير في النون. يعني خسرنا الماتش كله عشان النون. حضر لك لعيب بالنون. الهادي. حضر لك لعيب بالنون في دماغك. دي مشكلتك. نادر السيد، قول أي حاجة. نيلسون، أكيد في لاعب اسمه نيلسون. مفيش حد اسمه نيلسون. يا جماعة كفاية نون بقى، ما كفاية نون بقى. وبعدين. قافشين في النون من دول الحروف كلها. أنت كده هي جالك. مين كده اللي هيبدأ؟ يا بن شوقي بتروح لعمر، يبقى عمر لعب. تاني؟ برضه؟ هي ايوه احنا كسبانين يا باشا. انت كمان بتغلط، هعمل لك ايه؟ خلاص انا هخسرهم ثالث. جاي يا عم هات المسابقه اللي بعدها انت كسبان. انا مش فاضي لكم يا جماعه، مش هفضل هنا لغايه الصبح بقى، تعبونيش. لا 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 استنى بس كده، دورنا على اي حرف باسم النون عشان نخلص بعد اذنكم. معلش اعمل سيرش بحرف النون. خلاص انا لقيت. انا هبدا يا جماعه، هدوء. ماشي نروح يعني. نروح. دي ماري. الفاريز. زامورا. رونالدو. ايوه قال ايه زامورا؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي انا بقوله باشا اخسر منه النقطه اصلا كده كده. احنا المفروض ناخد الفقره اللي بعدها. اللي بعدها ما تتلعبش اصلا يعني. خش في الفقره اللي بعدها. روح روح في الفقره اللي بعدها.